البحر امامكم وهو ثاني الشهر ملي كنمشي للبنكه كنشوف شنو جالي في التقاعد ديالي ها البحر ملي كتقول داك التقاعد المواج كيدخلوا لك الدماغ ديالك واش نخلص بكره واش نخلص بعيد واش الدراري واش ها البحر الحمد المشاكل العدو وراءكم وهو الزمان تبعنا من اللور يسمح ليش إلا خصني شي حاجة في الدار راه ما يرحمني حد لهذا أن ما كنطلبوش البطل ما كنديروش ما يدينا في جيب حد هادو مستحقات نتاعنا لأنه القانون الأساسي ديالكم كيقول لكم الصندوق الضمان الاجتماعي إجباري إلى هادوك هما مع الأسف الشديد أن الإدارة الوصية هي وزارة الداخلية ما سهرتش على التطبيق ديال التشريع يعني خذ الشيء اللي خرج المشريع هذا مع الاسف الشديد لا ماشي الفرطه ديالنا وما نمشوش ضحيه وما تسمحوش بحقكم هذا الشيء اللي غنقول ما هناك الملف ديال المتقاعدين ديال النقل الحضري بما يتفاس هو ان راسلنا جميع الصلاة المحليه على الصعيد المحلي والصعيد الوطني
وحنا الان كننتظروا الجواب ديالهم، ولكن مع الاسف الشديد الى حد الان مازال ما توصلنا حتى بشي جواب من اي اداره من الادارات. كل ما هناك هو ان الشيء اللي بغينا نصرعوا به هو ان المشكل ديال البطائق ديال 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 النقل ديال المتقاعدين اللي حقيقه حق مكتسب وتحرموا منها، راه ماشي معقول انه دابا الراجل دابا واحد 35 ولا 40 عام في الحافله وعلى التالي يخرج يبقاو يدحيوا لولادو من الطوبيس. يكفي ان واحد السيد تشكى لي كاع ذاك النهار قدام المكتب هنا، قال بانه مراته في 8 ونص ديال الليل هبطوها له في لابيل، والمراه ما كتعرفش حتى فين تمشي وتجي، ما واش ما بقاتش انسانيه في هاد الناس هادو؟ هذا حق مكتسب خصو يكون. فلهذا ان انا كان 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 نادي وكنقول للاداره الوصيه اللي هي وزاره الداخليه ان اللي عندهم يطبقوا ذاك القانون الداخلي، عند القانون الاساسي عفوا القانون الاساسي ديالهم، راه واضح لارتيكل 3 راه معروف على الصعيد الوطني كما جرى العمل في الدار البيضاء، اين نفس المشكل اللي كان هنا كان على الصعيد الدار البيضاء، ولكن من 2004 هما تيكافحوا وفي 2011 قبطوا جميع المكتسبات ديالهم. نتمنوا على ان الاداره الوصيه اللي هي وزاره الداخليه وتسرع باش تفك هذا المشكل هذا عاوز، لانه كيف يعقل ان الراجل كتلقى خدم 40 عام و 38 عام وكيتقاضى اجور ديال التقاعد ديال 460 درهم و 500 درهم و 320 درهم، انا تفاجات لانه كاين الراجل اللي جا حتى 150 درهم، هذا ما كيتقبلوا الله ولا العبد، وهذا الشيء حقهم وخص يعني السلطات المحليه ينظروا بعين الاعتبار لهاد الشريحه ديال هاد الناس هادو، ماشي يحاولوا يفهموا. الله قلت لنا بالله دقيتوا الباب ديال السيد الوالي والمسؤولين وما كانت حتى شي نتيجه، شنو غادي شنو مجمع النظام فين غتوصلوه؟ احنا راسلنا يعني فعلا راسلنا الولايه، راسلنا الاداره، راسلنا الصعيد الداخليه وزير الاول، هنا احنا ماشي الناس اللي كنتسرعوا بزاف، احنا عطينا الوقت لهاد الناس هادو، ولكن فتح ماي غادي يجيو الناس للشارع الحق، يشوف المجتمع المدني والسلطات المحليه اللي كيحضروا فيها ويجيو يشوفوا يعني اللافتات باش غادي يخرجوا هاد الناس والمطالب ديال هاد الناس، وهما يحكموا على راسهم، لانه قرروا هاد الناس هاد المتقاعدين قرروا على ان نهار فاتح ماي او الليله كانت شي وقفه احتجاجيه غادي يديروا واحد البونت كارت اللي غادي يكتب فيه السميه ديالو وشحال من السنوات قضى في داخل العمل ديالو وشحال كيتقاضى بالاجره، واللي غادي يطلع عليه ونقول له قرا هاد البلاكه فوق مني هو غادي يجوك. الملف ديال الحافلات توصل راسنا جميع السلطات اللي كيعنيها الامر. وصلنا هاد الناس ما جاوبونا حتى بشي حاجة، مسائل ديالنا اللي هنا يا فاس مازال ما تحلت، منها لي كارت ديالنا والأبناء ديالنا مازالين كيتعسفوا علينا ومازالين ما عطاونا حتى شي حاجة. شكون اللي كيتعسف يعني في الركوب زعما فاز زعما زيد في الركوب مي كيركبوا الدراري كيقول لهم هاد لاكارت ما بقاتش صالحة، ما عرفنا منين جاي هاد الخبر، واش من المديريه ولا من عند الناس اللي مكلفين بالخط. من بعد ما درنا اتصال باش نتلاقاو مع السيد المدير المسؤول الان بينو نرد، يقول لك هو مسافر هو ما كاينش هو كذا هو ها كاينه في هذا الحال. طرقنا الباب الولايه كتقول لك اياه كاين كذا فعال ترك، ودابا راه حنا غادي ندخلوا في هذه المساله هذه ونشوفوا الكايت سارج ديالكم شنو فيه وشنو هذاك ومن حقكم ومن كذا ومن كذا ومن كذا. لحد الساعه مازال ما خدينا حتى شي جواب صحيح اللي غادي يمكننا نتكلوا عليه ولا اللي غادي هذاك. مؤخرا راسلت السيد رئيس الحكومه وراسلت السيد الوزير الداخليه ومدير الوالي ما جاكم حتى شي ومدير الوالي ديال الوكالات ديال المغرب وما تلقيتو حتى شي جواب لحد الساعه ما كاين حتى شي جواب. يا وشنو ناويين ديروا الا ما جاوبوكمش؟ ما جاوبوناش، المسائل غادي تمشي عاوتاني في اتجاه اخر، وقفات ديالنا احتجاجيه باش ناخذوا المطالب ديالنا.